أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام، وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الطفل للعزباء في المنام. فإذا كانت البنت العزباء تقوم بتكرار فترة الطفولة التي كانت تمر بها في حياتها في المنام، فإن هذا يشير إلى اقتراب موعد ارتباطها من شاب ذو كرم وسخاء ونبل. وإن قامت بفطم طفل من الرضاعة في المنام فإن ذلك يبشرها باقتراب موعد زواجها أيضا. وإذا وجدت نفسها تقوم بإرضاع الطفل الصغير في المنام فإن ذلك يدل على شدة الكرب والأحزان والهموم التي سوف تتعرض لها في حياتها. ورؤية الطفل الذكر في المنام يدل على انقلاب الصداقة القوية مع أحد الأصحاب، فالبنت العزباء تتحول علاقتها إلى عداوة شديدة. وذكور الأطفال في المنام دليل على نيل الكثير من الرزق والخير الوفير للعزباء. وإذا أقبلت العزباء على شراء الطفل في المنام فإن ذلك يدل على إصابتها الكثيرة من الضيق والهم. وبيع الطفل الذكر في المنام للعزباء يعد بمثابة دليل على الخير الذي تجلبه صاحبة الرؤية لنفسها. وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.